بالنسبة للتسجيل خارج المغرب، نقول للآباء عليهم أن يسجلوا أبناءهم في المدارس المعتمدة من طرف الدول التي يلجونها، لأن هناك مدارس خاصة حتى في أوروبا غير معترف بها في أوروبا. إذن المغرب لا يعترف بالدبلومات التي أتت منها، وكذلك لا بد من احترام التخصصات. لا يمكن لأي من حصل على أي بكالوريا أن يرشح نفسه ليكون طبيبا أو صيدلانيا، لا بد من احترام التخصص، وإلا لن تكون هناك معادلة. أما بولوج مدارس الجامعات الغربية أو بالنسبة لروسيا وغيرها رومانيا، لا يمكن لطالب حصل على أقل من 13 في المعدل أن يأتي بشهادة طبيب أو صيدلاني، لأن هاته مجالات مخصصة للمتميزين، وإلا لم يعد كل بإمكان أي واحد أن يصبح طبيبا ويعالج الناس غدا. إذن هذا غير مسموح به. إذن هناك معايير علمية معتمدة الآن، وعلى كل أن يطلع على موقع الوزارة، لأن هذه الأمور كلها في موقع الوزارة.